أنا منى، عندي 28 سنة. حكايتي غريبة شوية، ويمكن أول مرة تسمعوا حكاية زيها. أنا اتجوزت من 5 سنين وعندي بنتين. اتجوزت خالة جوزي عن قصة حب جميلة، كان زميلي في الشغل، حبينا بعض وبعدها اتجوزنا. كان يوم فرحنا أسعد يوم في حياتي. كنت عاملة زي الأميرة بالفستان الأبيض، وهو كمان كان عامل زي الأمير اللي عايز يخطف أميرته ويطير بيها. صدق فعلا اللي قال إنها أحلى ليلة في العمر. بعد أول سنة جواز كانت حياتنا مستقرة إلى حد كبير. هو بيشتغل عشان يكفي احتياجات البيت، وأنا بشتغل في البيت، ولما بخلص بقعد أستناه. صحيح كان بيجي تعبان من الشغل، بس كان بيقعد يتكلم معايا ويحكي لي على شغله. ما كنتش بحس بأي زهق أو ملل. لكن المشكلة بدأت بعد تاني سنة جواز. ساعتها كنت خلفت بنتي الأولى واتلهيت معاها، ومع اللخبطة اللي كنت فيها كأم الأول مرة كنت حاسة ببعد المسافة اللي بيني وبين جوزي، وبدأت فعلا المسافة تزيد. هو بيجي من الشغل تعبان يلاقيني مشغولة مع البنت، يدخل ينام، تقريبا ما بقاش في بيننا أي كلام. ومع رابع سنة جواز خلفت بنتي التانية، وزادت المسافة بيني وبينه أكتر وأكتر، وحياتي بقت روتينية جدا. بقى دوري في البيت مجرد أم بتربي البنات وبس. بدأت أنسى نفسي، وبدأت أنسى أحاسيس جميلة جوايا، وحسيت إنها بدأت تموت. واللي كان بيضايقني أكتر معاملة خالد ليا. كان بيعاملني كويس، بس كأم لبناته مش حبيبته أو مراته، اللي كان بيقول لها دايما إني بستنى اليوم ده اللي يجمعنا فيه ربنا ونبقى تحت سقف بيت واحد. كتير كنت بحاول أقرب المسافة بينا. كنت دايما أقول له وحشني كلامك ليا قبل الجواز، وحشني أحاسيسك معايا، نفسي تجيب لي ورد وشوكولاتة زي زمان، نفسي أتمشى أنا وإنت على الكورنيش وناكل درة ونشرب حمص الشام. كان يبصلي بطريقة ويقول لي خلاص بقى يا منى، أنت كبرتي وبقيتي أم، انسي الكلام ده. الكلام ده كان أيام المراهقة. كنت بقول له أنسى؟ أنسى إيه؟ هو عشان بقيت أم أنسى أني ست؟ كان بيرد عليا ويقول لي طبعا الست بمجرد ما تبقى أم بتنسى نفسها وأي رفاهيات ليها. كنت أقول له يعني إيه؟ يعني الست بمجرد ما تبقى أم بتتحول لآلة بتنفذ طلبات ولادها وبس، وخلاص ما بتبقاش ليها لازمة، كائن عايش من غير روح، ملهاش حق تعيش وتطلب وتتمنى. طب ازاي هتبسطك وهي مش مبسوطة؟ لا يا خالد، الست بتفضل ست مهما كبرت او صغرت، هي ست حتى لو بقت ام او جدة كمان، بيفضل جواها طفلة صغيرة بتتمنى كلمة حلوة من جوزها وهدية بسيطة حتى لو شوكولاتة تفرحها. الست جواها مشاعر جميلة ما بتروحش مهما كبرت، وحرام نحكم على اي ست بالموت لمجرد انها بقت زوج او ام. اتكلمنا كتير واتناقشنا كتير من غير اي فايدة. خالد كان زيه زي اي زوج، شايف ان الست لما بتتجوز بتكبر عن اي رفاهيات، وبتبقى كل دورها تلبية طلبات جوزها وعيالها. حياتي بقى خالد بقت مملة جدا وما فيهاش اي تجديد، وكل ما كنت بحاول اجدد في حياتنا او اننا نحتفل باي مناسبة كنت بشوف رد فعل سلبي منه، لحد ما حسيت ان جوايا عجز. وفي يوم كنت ماشية بشتري حاجات انا وواحدة صاحبتي، وقفت قدام محل بيبيع فساتين فرح، وافتكرت يوم فرحي انا وخالد وازاي كان اسعد يوم في حياتي انا وهو. بصيت لصاحبتي وسألتها هو ليه الست بتلبس فستان فرح مرة واحدة بس، وليه بقى بيبقى في يوم واحد بس اللي بنفرح فيه، وكأن الطبيعي ان الايام اللي بعد كده الست حياتها تقف وما تعرفش تفرح تاني. بصت لي صاحبتي وضحكت وقالت لي ايه يا منى، انت عايزه تعملي فرح تاني؟ اوعي تكوني عايزه تسيبي خالد وتتجوزي غيره. قلت لها لا طبعا، انا بحب خالد، بس المفروض اللي ماشي على كل الازواج بقى ماشي عليا انا وخالد، نفرح يوم الفرح وبس، وباقي حياتنا نبقى زعلانين. طب انا عايزه اعمل فرح تاني، طالما هو ده اليوم الوحيد اللي بنفرح فيه، عايزه البس فستان فرح في عيد جوازي مع خالد، وهو كمان يلبس بدلة ونعمل فرح من تاني. مش لازم يبقى فرح كبير، ممكن حفلة صغيرة تضم عيلتي وعيلته ببيتنا، ومش لازم يا ستي نصرف المصاريف دي كلها، كفاية ان انا اجر فستان حتى لو رخيص بس يكون حلو، وهقولك كمان مش هروح الكوافير،
أنا اللي هعمل ميك اب لنفسي في البيت، المهم أعمل فرحي على خالد من تاني. بصت لي صاحبتي وقالت لي أنت مجنونة؟ عايزة تعملي فرح على جوزك وانت عندك بنتين؟ ايه الوهم اللي انت فيه ده؟ قلت لها وفيها ايه؟ دي احلى حاجة الفرحة، والفرحة كمان هتزيد المرة دي بوجود هديتين ربنا بعتهم لينا. ورغم اني كنت بتكلم مع صاحبتي بهزار، بس الفكرة رنت في دماغي، ليه مش كل سنة في نفس الميعاد اللي اتجوزنا فيه نعيد الفرح من تاني؟ وكأن حياتنا كل سنة بتتجدد، وكأن كل سنة بتمر على جوازنا هي أول سنة جواز، والفرحة ترجع والشباب يرجع معاها. رحت يومها وفضلت طول الليل سهرانة بفكر في الفكرة اللي فكرتها، ولقيت نفسي بفتح الموبايل وبعمل بيدج على الفيسبوك وسميتها هلبس فستان فرح كل سنة لجوزي، وكتبت كل اللي أنا حاساه عن فكرتي في البيدج بتاعتي، ونمت ونسيت البيدج خالص. لكن اللي ما كنتش متوقعة إن في خلال كام يوم يجيلي تنبيه من الفيسبوك ان البيتش بقى عليها 1,000,000 لايك. ساعتها عيني وسعت، ما كنتش مصدقه 1,000,000 لايك وكلهم ستات متجوزين، ده كلهم عجبتهم الفكره، وكاني جيت على الجرح، كلهم بيحبوا ازواجهم جدا ونفسهم حياتهم تتجدد معاهم، كلهم نفسهم يوم الفرح يتعاد كل سنه، وكل سنه تعدي في حياتهم تبقى بالنسبه لهم اول سنه جواز. فرحت قوي، وحماس الستات دول زود حماسي للفكرة. ويومها استنيت خالد لما جه من الشغل، وقعدت جنبه وقلت له خالد اعمل حسابك فرحنا الخميس الجاي يوم عيد جوازنا. لقيته بيضحك وبيقول لي والله انت رايقة قوي يا منى، فرحي بس في سننا ده. كلامه استفزني وزود الحماس في قلبي، وفضلت طول الاسبوع ارتب للموضوع. وعشان ظروفنا ما كانتش تسمح بتكاليف كتير، اجرت فستان رخيص وأنا اللي عملت الحلويات في البيت، وعزمت أهلي وأهله القريبين مننا. ولما جه يوم الخميس دخل خالد واتفاجئ بالحفلة اللي أنا عاملها له، دخل لقى البيت متزين بشكل جميل، وأهلي وأهله موجودين، وبناتي لابسين فساتين زفاف صغيرة كأنهم عروستين صغيرين فرحانين. خالد ما كانش مصدق اللي حصل، وقعد يدور عليا، لقاني خارجة كأني عروسة جديدة بفستان رقيق، ما كانش لونه أبيض، كان لونه أوف وايت، بس كنت جميلة فيه قوي، وزينت وشي بحاجات بسيطة قوي، وكنت لابسة حجاب رقيق. وعلى قد ما كانت التكاليف أقل بكتير من الفرح بتاعنا، إلا أن الكل كان مبسوط. خالد كان متفاجئ ومنكرش أن خفت من رد فعله، لكن لما شافني بالشكل ده رجع بيا الزمن ليوم فرحنا. شفت اللمعة اللي في عينه اللي كانت انطفت، شفت فرحته بيا اللي كنت نسيتها. قرب مني وقال لي عملتي كل ده ليه؟ قلت له عشان بحبك، عشان عايزة كل سنة تمر علينا تبقى زي أول سنة، عشان عايزة أنا وإنت نفرح ونبقى مبسوطين. لقيته بس إيدي وقال لي أنا كمان بحبك يا منى، وما أقدرش أستغنى عنك أبدا. ما كنتش مصدقة نفسي، أخيرا اعترف لي إن حبيبته مش أم بناته بس، وإن ست ولي حق أسمع كلام حلو، وإني مهما كبرت وطالت بينا السنين والمشاعر الحلوة جوانا لازم يفضل دافي. عدى اليوم على خير، وكنا كلنا مبسوطين وفرحانين قوي، حتى بناتنا كانوا مبسوطين وهم شايفيني أنا وباباهم مبسوطين وبنحب بعض. أيوة، ما هم الولاد كده بيتربوا على حب باباهم ومامتهم زي الزرعة، كل ما تسقط حب هتطرح حب، ولو اتزرعت كره وأسوأ هتطرح كره وأسوأ. وبعد كام يوم اتفاجأت إن في ستات كتير نفذت فكرتي ونزلوا صور ليهم مع أزواجهم بفساتين زفاف، وكلهم حسوا ان الحياة الروتينية المملة اللي كانوا عايشينها اتكسرت واتبدلت بحياة كلها تجديد وحب وشباب. هي دي كانت فكرتي، فكرة اننا نعيش كل سنة بتمر في حياتنا كأنها اول سنة، نخلق حوالينا الجو من المرح والحب، ما نسمحش لضغوط الحياة والملل ياكلوا فينا وفي حياتنا، وكل واحدة تخلق فكرة جديدة تخلي كل يوم يعدي عليها وكأنه أول يوم جواز.